طيب نروح بقى لوزارة التموين، وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إن كون وجبتك حصدت أعلى المبيعات خلال أسبوع، وتم طبعا بيع أكتر من 500,000 وجبة من خلال فروع شركات المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة كمان للسيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية واللي منتشرة في المحافظات. وكمان أضاف إن كون وجبتك بتضم الحقيقة وجبات متكاملة ومتنوعة يوميا لأربع أفراد بأسعار الحقيقة هائلة تتراوح ما بين 20 و 30 جنيه، وهي يمكن أسعار مخفضة جدا، بيختار منها المواطن كل يوم اللي بيناسبه طبعا من احتياجاته.